أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الصورة المسماة بالحجرات هي بداية قصار أو مفصل القرآن، بداية مفصل القرآن. وأهل العلم وأهل الفقه يرون أن صلاة الصبح يقرأ فيها بما بعد الحجرات إلى سورة عبس، وصلاة الظهر والعشاء الوقت متوسط من عبس إلى الضحى، وصلاة المغرب من والضحى إلى الناس. ولعل هذا مأخوذ عن صلاته صلى الله عليه وسلم. قصار المفصل، المفصل يبتدي من هذه الصورة، صورة الحجرات، وطواله ينتهي بصورة عبس، ومتوسطه من عبس إلى صورة والضحى، وقصاره من والضحى إلى الناس. فلو أن الإمام يلتزم بهذا حسن وليس بواجب، من باب الأفضل والأولى. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن نصلي بالضحى وإذا السماء انفطرت بحسب حال الأمة، وقال للصاحب: أنت فتان يا معاذ تطيل بهم القراءة، أفتان تفتنهم؟ هذه الصورة المباركة مفتتحة بهذا النداء الإلهي: يا أيها الذين آمنوا نقول لبيك اللهم لبيك. نداء إلهي موجه إلى أهل الإيمان خاصة. لماذا؟ لأنهم أحياء. ما سبب حياتهم؟ إيمانهم بالله ولقائه، بالله ورسوله وكتابه. الإيمان بمنزلة الروح، صاحبه حي وفاقده ميت. وقد نادانا الرحمن في كتابه 92 نداء: يا أيها الذين آمنوا. نادانا ليقول لنا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومعنى هذا يجب أن نعرف ما في كلام الله وكلام رسوله. ينبغي أن نكون علماء، نعرف ما في كتاب الله من شرائع وأحكام، وما في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن ثم لا نقدم شيئا على كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي لا يعلم شيئا لا من الكتاب ولا من السنة كيف لا يقدم؟ يقدم عشرات المرات. ومعنى هذا أننا لا نستطيع أن نقدم على الله شيئا. بيان ذلك لما ذبحوا في الأضحية قبل صلاة الرسول وأضحيته أمروا أن يعيدوها قدموا. لو أنك الآن تقوم تصلي العشاء ما صحت صلاتك لأنك قدمت. لو تقول أنا أحج بعد أسبوعين آتي إلى مكة وأطوب البيت وألتحق بعرفة ما هو بحج. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا عقيدة ولا عمل ولا قول. نمشي دائما وراء هذا النور الإلهي. قال الله قال رسوله. وإليكم ما يوضح هذا المعنى. قالوا سبب نزول هذه السورة أو هذه الآية أن وفدا بني تميم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فقال أبو بكر أمر عليهم القعقاع بالمعبد. فقال عمر لا أمر عليهم اللقع بن حابس. فقال عمر أبو بكر أتريد أن تخالفني؟ فقال عمر لا. فارتفعت أصواته فنزلت الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الذي يعين من هو رسول الله ما هو أبو بكر ولا عمر، هو الذي يعين الأمير على هذه الجماعة. ما رضي الله لهم ذلك. ومعنى هذا كما قلت ينبغي أن نتعلم وأن نعرف محاب الله ومكارهه، وأن نعرف ما أمر الله به وما نهى عنه، وما أمر به رسول وما نهى عنه، ومن ثم لا نقدم رأينا ولا رأي زيد ولا عمرو على ما قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال يا معاذ بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد في الكتاب الحكم؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في السنة؟ قال أجتهد رأيي. ومعنى هذا لا بد من العلم بالكتاب والسنة، وبعد ذلك إذا ما وجدت فيهما لك أن تجتهد، واجتهادك قائم على علمك بالكتاب والسنة، وترى أن هذه الحادثة ألصق بكذا وألصق بكذا من الكتاب والسنة. أما أن نفتي بدون كتاب ولا سنة فهذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. وعلى الذي اجتهد ما وجد في الكتاب ولا في السنة في حادثة من الأحداث وحكم، إذا تبين له ذلك بعد يوم أو عام كتاب الرسول يجب أن يعلن عن خطأه وعودته، لا بد وأن يعلن أنه كان مخطئا أو أخطأ في كذا والصواب هو كذا وكذا. ومن ثم بقي التشريع لله ورسوله، ما بقي من يقول أنا أهل لأن أشرع لكم. وحسبنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إياكم، احذروا، إياكم ومحدثات الأمور التي تحدث خارج عن الكتاب والسنة، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولهذا يحفظ الدين كما نزل وبينه المصطفى وعمل به إلى يوم الدين. فإن فتحنا باب البدع تصبح الفرائض ملايين والسنن بلا حساب. والنص واضح كريم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله آراءكم وفهومكم وعلمكم وما تريدون. إذا كان الله قد قال ما بقي لك قول، قال الرسول ما بقي لك قول، حكم الله ما بقي لك حكم، حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ما بقي لك حكم، لا بد من الانقياد.
وقد علمتم لو أننا نصلي الآن الصبح تصح صلاتنا؟ ما تصح، قدمنا ما لم يقدمه الله عز وجل. حتى الأضحية السهلة لما ضحوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يعيدوا الأضحية. وهكذا اللطيفة هي أن علينا أن نلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لا نقول إلا ما علمناه عن الله وعلمناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين الله ورسوله واتقوا الله. أمرنا بتقوى، كيف نتقيه وبما نتقيه؟ الجواب نتقيه بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله. كل مؤمن تقي هو لله ولي، هذه قاعدة، كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل كافر هو عدو الله وليس لله بولي، كل فاجر ليس بولي الله بل هو عدو الله. الإيمان والتقوى، اتقوا الله خافوه فأطيعوه. فيما نطيعه؟ في أوامره، ما أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين والإحسان والقول المعروف، أوامر أمر بها عشرات يجب أن نطيعه فيها. رسول صلى الله عليه وسلم أمر بأوامر كذلك نطيعه فيها. ونهى الله تعالى عن أشياء كثيرة من الاعتقادات، من الأقوال، من الأفعال، من الصفات، من الذوات، نهى عنها وحرمها، يجب أن نتجنبها ونبتعد عنها بعد معرفتها. وبذلك يمكننا أن نتقي ربنا، أي نتقي عذابه بعد سخطه ونقمه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سميع لأقوالكم، من قال قولا من قال كلمة والله لقد سمعها الله. فاحذر أن تقول وتظن أن الله ما يسمع، والله ما نقول كلمة إلا سمعها. سميع عليم بأعمالكم ظاهرة أو باطنة، صغيرة أو كبيرة، كل الأعمال التي نعملها والله إن الله بها لعليم، والعالم كله بين يديه. إن الله سميع عليم، فخافوا فاتقوا فارهبوا فأطيعوا ولا تعصوا حتى تنجوا وتكمل وتسعدوا. ثم قال تعالى في نداء آخر: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذا كان على عهده صلى الله عليه وسلم، حرم الله على المؤمنين والمؤمنات إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، حرم لا ترفعوا أصواتكم. حتى أصبح أبو بكر يسار النبي، هكذا كان يقول في أذنه. أما ثابت بن قيس، لا ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية لازم بيته يبكي 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 يبكي، فتفقده الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أين فلان؟ قال: أنا أبحث عنه. فجاء إليه فوجده في بيته ملتزم بالبكاء. قال: لماذا؟ قال: خشيت أن أكون من أهل النار، أنا أرفع صوتي دائما فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فجيء به الى الرسول صلى الله عليه وسلم وبشر الرسول بالجنه وطمأنه برضا الله والجنه، وذلك لايمانه الحق الذي حمل على البكاء والعكوف في بيته، ما استطاع يمشي ولا خاف من عذاب الله.
لأنه يرفع صوته. إذن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يجب أن يكون دون صوت النبي، والرسول الكريم قل ما يرفع صوته في أدب، لكن يجب أن يكون صوتي دون صوته، تحت ما يكون مساوي له. ومن هنا هذه ماذا الحقيقة الأدبية العلمية، ينبغي أيضا أن نستعملها إذا ذكرنا رسول الله، إذا ذكرنا حديث رسول الله، إذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن لا نرفع أصواتنا ولا نصيح. إذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمنا، ما ترفع صوتك قبل فوق هذا، كأنك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو صوته هو كلامه. ثالثا، المسجد النبوي الشريف، هذا المسجد النبي الذي رزقنا الله الوجود فيه، ينبغي ألا نرفع أصواتنا فيه كأننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند الحجة الشريفة وفي الروضة الشريفة ما نرفع أصواتنا أبدا. وهذا الأدب موجود الحمد لله، ما تسمع أصوات في الروضة ولا حول الحجرة الشريفة، وينبغي أن نحافظ على هذا. وقال أهل العلم، وينتقل هذا إلى العلماء وأفاضل المؤمنين، إذا كنت معهم وفي مجلسهم تأدب ولا ترفع صوتك معهم، وهذا أدب موجود. الإنسان ما يرفع صوته مع أبيه أبدا، ما يرفع صوته مع شيخه، ما يرفع صوته مع المؤمنين. لماذا؟ لأنه أدب اختاره الله لنا وأمرنا به ودعانا إليه، لما ما نستجيب؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما نتكلم مع رسول كما نتكلم مع علي أو عثمان أو عمر أبدا، كلام خاص، أدب خاص، صورة خاصة. لما تكون مع أبي بكر عمر عثمان وفلان تتكلم معهم وترفع صوتك أو تجهر بقولك، لكن مع الرسول لا، ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض كما تجهرون لبعضكم البعض. وقد علمتم الآن أن أبا بكر وكثير من الأصحاب أصبحوا يشيرون الحديث مع الرسول كأنما يقولون في أذني كذا، لا يرفعون أصواتهم. وهيا بنا ننتفي نحن بذلك. أولا، إذا ذكر بين أيدينا رسول الله بأن قال القائل قال رسول الله، يجب أن نكون أيضا متأدبين كأننا مع رسول الله، ما نصرخ ولا نرفع أصواتنا. ثانيا، ما دمنا في مسجده وقريبا من حجرته وقبره، نتأدب كأننا بين يدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما نرفع أصواتنا. ثالثا، إذا كنا مع أبوينا، مع الصالحين منا، مع علمائنا، مع أفاضلنا، ينبغي أن نتأدب ونعرف بالأدب، انخفاض الصوت وعدم الصياح وعدم الضجيج، هذه يجب أن نتصف بها، وهي سهلة وميسرة على من رغب فيها ودعا الله لها. ثم قال تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي حتى لا تحبط أعمالكم وتبطل وأنتم لا تشعرون. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجعبتكم لبعض. لماذا؟ خشية أن تحبط أعمالكم وتبطل. وهذا معناه أنه أدب واجب مع رسول الله، فمن لم يتأدب يحبط عمله، كما أن الشرك يحبط العمل، كذلك الجهر ورفع الصوت مع رسول يحبط العمل. اللهم
إلا إذا كان رفع الصوت على الصلاة باستهزاء أو بسخرية فهذا كفر. إذا رفع صوته مستهزئا أو ساخر أو غير مبالي والله لقد كفر وحبط عمله ولا يستميم شيئا وهو في جهنم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بذلك ولا تعرفون. وأخذ بهذا أصحاب المصطفى وعاشوا على ذلك حتى توفاه الله بين أيديهم وبقوا على الآداب حتى توفاهم الله عز وجل. حتى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكرناهم يجب أن نذكرهم بأدب واحترام وإجلال وإكبار كما قال مالك وغيره. وبالأمس عرفنا أن من يطعن في صحابي يكفر، الذي يسب صحابيا أو يشتمه كفر. لآية البارحة التي تدارسناها ما هي؟ ليغيظ بهم الكفار. فمن اغتاظ بأبي بكر أو بعمر أو بعثمان أو علي أو فلان أو فلان أو عائشة أو خديجة كفر، لأنه لا يغتاظ بذلك إلا الكافر. ثم قال تعالى: وقوله الحق إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه بشرى زفت إليهم وإلينا إن شاء الله معهم. إن الذين يغضون يخفضون أصواتهم عند رسول الله، ما يرفعون أصواتهم كما قلت لكم الآن لو نمشي إلى الروضة أو حوله كذا ما نرفع أصواتنا، نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عن الغض الخفض، كغض بصره وخفض صوته، وهذا كما قلنا شعارنا، هذا وصفنا، هذه آدابنا الإسلامية. ما ترانا نرفع أصواتنا إلا إذا كان هناك موعظة أو درس أو أذان أو ما إلى ذلك، أو كنا في الحرب. الله أكبر بأعلى الأصوات، الصراخ مأذون فيه، مشروع فيه، أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، اصرخ فيهم يا فلان. أما في حال الأمن والسلم وبيننا هكذا المؤمنون الصالحون أولياء الله ما يرفعون أصواتهم إلا من ضرورة فقط، دائما أصواتنا في آداب واحترام. وهذه الآداب الإسلامية، وهذا هو الخلق الإسلامي. لسنا كالكافرين والمشركين والفوضويين وأهل الباطل والإجرام، آدابنا عامة. هكذا يقول تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بشرهم بهذا، امتحن قلوبهم وشرحها ووسعها لتدخل التقوى فيها ويصبحون من أهل التقوى. هكذا يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، أي شرحها ووسعها لتحمل التقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. بشرى لهم وإلا لا؟ لهم مغفرة من الله لذنوبهم وإن كانت شركا وكفرا عشرات السنين، إذ من أسلم لا يطالب بما مضى في أيام الشرك والكفر. وعدهم بمغفرة ذنوبهم والأجر العظيم، ألا وهو الجنة دار السلام. الأجر العظيم ما هو 100,000 ولا مليار دولار؟ الأجر العظيم ما هو؟ والله إنه له الجنة دار السلام. هذا الأجر العظيم الذي يعطيه الله لمن آمن به واتقاه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا،
لا يجوز للمسلم أن يقدم رأيه أو اجتهاده على الكتاب والسنة، فلا رأي ولا اجتهاد إلا عند عدم وجود نص من كتاب أو سنة، وعليه إذا اجتهد أن يكون ما اجتهد فيه أقرب إلى مراد الله ورسوله، أي ألصق بالشرع. وإن ظهر له بعد الاجتهاد نص من كتاب أو سنة عاد إلى الكتاب والسنة وترك رأيه أو اجتهاده فورا وبلا تردد. وقد قلت لكم هذا، علينا ألا نفتي ولا نقول ولا نعمل إلا على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نفتي بفتية ولا نقول قول ونعمل إلا على نور الكتاب والسنة. ومعنى هذا يجب أن نتعلم، يجب أن نتعلم، لما نعيش 40-50 سنة ما نجلس في حلقة كهذه كيف نتعلم؟ يجب أن نتعلم. فلا يحل لأحدنا أن يقول أو يعمل بدون علم من الكتاب والسنة. أقوالنا أعمالنا كاعتقاداتنا كلها مردها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي اجتهد وعرف ما في الكتاب والسنة وما وجد الدليل للقضية المحدثة واجتهد، عليه أيضا أن إذا ظهر له الدليل وبلغه أن يلقي ذلك العمل والقول ويعود إلى الصواب ويقول قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم ولو 40 سنة. هذه هداية هذه الآية. ثانيا، بما أن الله تعالى قد قبض إليه نبيه ولم يبق بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم معه أو نناجيه فنخفض أصواتنا عند ذلك، فإن علينا إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا أو ذكر حديثه أن نتأدب عند ذلك، فلا نضحك ولا نرفع الصوت ولا نظهر أي استخفاف أو عدم مبالاة، وإلا يخشى علينا أن تحبط أعمالنا ونحن لا نشعر. إيه والله، الآن توفي يا رسول صلى الله عليه وسلم وليس معنا، ولكن معنا حديثه كصوته، فيجب أن نتأدب مع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذكر حديثه، لا نرفع أصواتنا، لا نضحك، لا نستخف، لا نسخر كما يفعل الجهال والضلال. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكن ونستقيء ونهدأ ونتكلم بالأدب والإحسان، لأن فقدنا إياه ليس مانعا أن نتأدب معه، نتأدب معه أيضا كأنه بيننا لما يذكر أمره أو نهيه أو بشارته أو ندارته. وأخيرا، على الذين يغشون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرفعوا أصواتهم فيه إلا لضرورة درس أو خطبة أو أذان أو إقامة. كما بينت لكم، هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرقه إلى غربه كأنما الرسول بين أيدينا، لا نرفع أصواتنا فيه إلا خطيب أو مدرس أو مؤذن، أما أنا وأنت جالسون نتكلم بالسر في أي وقت من أوقاتنا وفي أي مكان من المسجد النبوي، تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزاما بأمر الله عز وجل، لا ترفعوا أصواتكم. وقال خشيت أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلنتقي الله عز وجل ولنصب على هذه الآداب الإسلامية والأخلاق المحمدية، ونسعد إن شاء الله في الدنيا والآخرة.